وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جزءا من ناتج توفير دعم قطاع الطاقة سيوجه لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات لزيادة فرص العمل، وأكدت أن الدولة لديها خططا تواكب الإصلاح الاقتصادي لدعم غير القادرين. ما يتم توفيره من الدعم لقطاع الطاقة سواء كان الكهرباء أو البترول ومشتقاته بيوجه جزء منه لبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات، وأيضا بيوجه جزء آخر منه لزيادة الاستثمارات، وهو ما نحتاجه، لأن زيادة الاستثمارات هي اللي هتؤدي إلى إيجاد فرص عمل. إحنا محتاجين إن إحنا نوفر 800 ألف فرصة عمل على الأقل كل سنة علشان نستوعب القادمين الجدد لسوق العمل، وإحنا مجتمع شاب جدا، وعلشان أيضا نستوعب جزء من البطالة المتراكمة، وهذه الاستثمارات هي اللي هتسمح بإتاحة فرص عمل. فكل ما يتم توفيره بيخفض عجز الموازنة، بيؤدي إلى انخفاض التضخم، وبالتالي القوى الشرائية تتحسن وإتاحة فرص عمل من خلال زيادة الاستثمارات. هذه البرامج اللي أنا ذكرتها هي البرامج الدائمة المستمرة اللي ليها تمويل في الموازنة القادمة، ولكن إحنا دايما عندنا تدخلات بتعويضات وبتدخلات في مناطق معينة لفئات معينة لما بتتعرض لأي احتياج معين.